الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه خاصه جدا من جوله في الامل. قبل كده احنا اتفرجنا من الطياره على المشروعات اللي بيتم انجازها في مصر لربط الطرق وللتجهيز للربط مع محور قناه السويس اللي هي دلوقتي موجوده. ادي حاويه، يعني ادي سفينه ناقله حاويات بتمر في قناه السويس عن يميني هنا. احنا يا دوب عدينا كوبري السلام اللي هو بيربط غرب القناه بشرقها. احنا الان شرق قناه السويس. شرق قناه السويس دي اللي يبقى فين؟ نحن داخل سيناء، صدق او لا تصدق. حقيقه انه انا وزمايلي اعلاميين كتير جدا طلبنا سنين طويله، او طلبنا من اول ما ابتدت عمليه تطهير سينا من القوات المسلحة ان احنا ندخل لسينا ونيجي نتفرج ونشوف العمليات ونساهم في التصوير وتوثيق ما يجري علشان الناس تصدق. لكن طول الوقت القوات المسلحة كانت بتقول لنا انه مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لانه بمنتهى الوضوح والصراحة هم كانوا دايما خايفين على الناس من انها تصاب في العمليات، وبيقولوا ان القوات المسلحة هي مسؤوليتها تأمين الناس وحرب هؤلاء المجرمين الإرهابيين الذين طغوا في البلاد ويعني أشاعوا الفساد. هذه مسألة في منتهى الغرابة. لكن النهاردة كان في استجابة، وخصوصاً ده احنا بنسجل يوم 7 أكتوبر بعد يوم واحد من الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر. يوم 5 أكتوبر كنا مع السيد الرئيس في خطابه والعرض العسكري بالكلية الحربية، كمان كنا معاه في الاستعراض اللي كان موجود بالليل، وكان طول الوقت واحنا بنكلم القوات المسلحة عايزين نروح سينا. طب احنا داخلين سينا ومعانا الناس المحترمين الجمال دول اللي واقفين في كل هذه القافلة الممتدة، يمكن لحد هناك لو سمحت يا رأفت كمان صور لنا نهاية القافلة فين. اهو من ورا العربية اللي بتمر هتشوف القافلة دي راحة فين. دي قافلة ايه؟ دي قافلة تعمير وتنمية سيناء، والشعار زي ما بنقول يا رأفت هنا أهو، قافلة تعمير وتنمية سيناء تحيا مصر. هي دي المسألة. طب يعني إيه تعمير وتنمية؟ خد بالك احنا بنقول تعمير وتنمية في سيناء، تاني مكان ممكن حد يمر من على كوبري السلام أو على جسر السلام، سميه زي ما تسميه، ويعدي يجي هنا بدون موافقات أمنية ويضمن سلامته وأمنه. ولكن نحن نتحرك في فوج كبير من الإعلاميين والصحفيين مع هذا القول أو هذه القافلة الكبيرة اللي فيها عشرات الناقلات العملاقة اللي عليها حاويات، لها كمية كبيرة جدا من الأسمنت، عليها حديد تسليح، عليها معدات أكل وشرب، عليها كميات رهيبة من المستلزمات للبناء وللتعمير من ناحية، مستلزمات مدارس، مستلزمات مستشفيات، لأنه هتبتدي عملية التنمية والتعمير. لما نقول إن احنا هنبتدي بتنمية وتعمير معناها إن احنا قدرنا فعلا نطهر قطاعات واسعة من المناطق التي كان الإرهابيون يتمركزون فيها. يعني المجرمين الإرهابيين اللي دخلوا سيناء واستوطنوها بكثافة وقت ما كان الإخوان المسلمين في السنة المشؤومة بيحكموا ودخلوا هنا، وكان الإخوان بيعتقدوا إن هم هيقدروا يعملوها يعني بديل للجيش المصري العظيم، الجيش الوطني الشريف اللي هو مش بس قضى على الإرهابيين ولكنه بيعمل بجد وإخلاص لرفعة هذا البلد، بيقوم بعمليات التنمية وبمد الطرق وبالأمور الأخرى. هذا الجيش الجميل، هذا الجيش العظيم هو الآن يصطحبنا إلى داخل سيناء، وإحنا لحنا لابسين واقي صدري من الرصاص ولا خوذة ولا 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 ما يعني ويوحي إلينا جميعا بالثقة في إنه هم ضمنين أمننا وسلامتنا بشكل واضح وصريح. اللي انت شايفه هو فعلا اللي احنا بنتفرج عليه. كل هذه القافلة عشرات السيارات، ممكن نقول 50-60 ما أشبه، رايحة علشان تؤدي مهمة. فين؟ في المثلث اللي بيسموه مثلث الرعب خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا.
ايه مثلث الرعب بتاع السنتين ثلاثة اللي فاتوا؟ العريش، الشيخ زويد، رفح. هي دي المناطق اللي شهدت الهجوم على أكمنة القوات المسلحة، هي دي المناطق اللي كان الإرهابيين بينشطوا فيها، بيهاجموا قواتنا، بيحاولوا ان هم يزعزعوا ثقتها. ولكن الحمد لله رب العالمين استطعنا من خلال عملية حق الشهيد التي انطلقت يعني في التاسع من الشهر الماضي أو الخامس من الشهر الماضي، مش قادر افتكر، من شهر تسعة، في شهر تسعة، ان احنا نطهر على ايدي البواسل ولادنا من القوات المسلحة قطاعات واسعة من الشيخ زويد ورفح والعريش. وبالتالي انت هتقدر تدخل هذه الامور وتوديها وتبتدي تاخد معها المقاولين والناس اللي بيشتغلوا، وتفتح مدارس ومستشفيات وتأكل الناس وتشربهم، وانت مش ضامن امنهم وسلامتهم. ليس سرا انه كانوا بيتعرضوا كثيرا لهذه التهديدات من الارهابيين، وتم تنفيذ بعضها لما كانت المشروعات شغاله وابتدت العمليات الارهابيه تشتد بعد ثوره الشعب المصري في 30 يونيو وبيان 3 يوليو اللي انهى حكم الاخوان بعد 368 يوم من الحكم. مصر تخلفت فيها كثيرا، ربما اكثر مما تخلفت في فترات سابقه كثير. نحن امام لحظه تاريخيه، امام قائد بيعد وبيفي، امام قائد بيفاجئ كل يوم بالجديد. هو قلب الاسد، قلب الاسد، اذا قال فعل. والان نحن على ارض سيناء، نحن شرق القناه، نحن على هذه البقعه العزيزه من ارض مصر التي تشربت دماء كثيره. يعني الارض دي ثمنها غالي جدا 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 يا جماعه. الارض دي علشان تتحرر من الاستعمار ومن الصهاينة أخذت حروب وأخذت دماء زكية وطاهرة من المصريين، ما لا يقل عن 120 ألف شهيد شربت دماءهم أرض سيناء، أرض الفيروز، هذه البقعة العزيزة جدا على النفس التي ضحينا من أجلها بالغالي والنفيس. تعالوا مع بعض نتفرج على بعض مشاهد لهذه القافلة، ثم نعود معكم لنستمع إلى ما قاله اللواء كامل الوزيري عن المهمة المنوطة به وبالقوات المسلحة للتنمية والتعمير هنا. رغم أننا في إيدي بيانات، ولكن أنا أحب أنكم تسمعوا من اللواء كامل الوزيري بشكل مباشر، ونرجع نكمل مع بعض هذه الجولة اللي هتاخدنا لمدينة الإسماعيلية الجديدة، هتودينا على مساكن المساعيد في العريش اللي هي على مدخل العريش، هتاخدنا لمنطقة الشيخ زويد ورفح، هنتفرج على اللي بيجرى. مدينة رفح الجديدة يبدأ اليوم تعمرها أمام الكاميرات. نحن كمان مرة بنصور في يوم 7/10 والإذاعة لهذا البرنامج يوم 8/10، إذن نحن نتحدث عن لحظة تاريخية، 7/10/2015 بداية بناء رفح الجديدة اللي اتقال لك انه هجروا الناس منها وعملوا وسووا وتركوا. ولكن لولا اننا استطعنا هدم الانفاق بالمياه واغراقها وضمان عدم دخول المتسللين والمخربين والارهابيين، ولولا اننا طهرنا هذه البقعة الغالية من ارض مصر المحاذية لحدودنا مع غزة، هذا الاقليم وهذا الجيب الذي يعمره اكثر من 1.5 مليون فلسطيني، هم عزاز على قلبنا، مش كلهم طبعا، لا إرهابيين ولا مجرمين، ولكن نحن نعلم من هو الإرهابي ومن هو المجرم ومن هو المحرض على هذا. تعالوا نسمع كلمة كامل الوزير ونشوف هذه الجولة بإذن الله جولة أمل، مصر بتتقدم وبتختلف عما قبل ذلك. بننفذ أول قافلة لاستئناف تعمير وتنمية سيناء. أنا قصدت أقول ثلاث كلمات اللي هعلق عليهم قبل أسئلة حضراتكم. إحنا بنقول أول قافلة واستئناف وسيناء. استئناف ليه؟ لأن تنمية سيناء بدأت بالفعل من 25 أبريل 82 بعد عودة سيناء للوطن الأم مصر. بدأت خطط تنمية، ولكن كانت كل وزارة طبقا لمجهوداتها وطبقا لخططها بتنفذ ما تراه. وزارة الري بتعمل مشروعات ري منفصلة، وزارة الزراعة كذلك،
وزارة الإسكان بتوصل المية للعريش، وزارة الطرق بترصد بعض الطرق، وزارة الصحة بترفع كفاءة وتنشئ بعض المستشفيات، ولكن كانت كلها مجهودات فردية للوزارات المختلفة، ما كانتش في إطار خطة مجمعة. أول خطة اتعملت بمفهوم الخطة للدولة ككل لتنمية سيناء بعد عودتها كانت في 89، وبدأت فعلا خطة شاملة لتنمية سيناء، بدأت بصحارة ترعة السلام وترعة السلام من منطقة جنوب بورسعيد، وعلى سبيل المثال كانت بتستهدف زراعة استصلاح وزراعة 400 ألف فدان في مناطق سهل الطينة وربعة ورمانة وبير العبد والقوارير. المنطقة دي كلها كانت مخططة وزرع فعلا فيها جزء كبير جدا، بالإضافة إلى محطات كهرباء، بالإضافة إلى تطوير الطرق على المحاور الرئيسية، والطريق اللي حضراتكم شرفين عليه دلوقتي اللي هو الطريق بورسعيد شرم الشيخ اللي احنا بنسميه الطريق العرض رقم واحد، لأنه هو أول طريق بيقابلنا بعد عبور المعابر على قناة السويس. وصلنا إلى ثورة الشعب المصري الثانية في 30/6، بدأ فعلا بدأت الدولة كلها، مش القوات المسلحة أنا بأكد على كده، الدولة كلها بدأت في إعداد خطة شاملة لتنمية سيناء. الخطة دي اشتملت على تنفيذ مستشفيات، على مدارس، على تطوير ورصف طرق، على إنشاء مصانع للأسمنت في منطقة وسط سيناء، على تنمية محاجر وصناعة الرخام، على استكمال المناطق المخطط زراعتها، على إنشاء مدن سكنية كاملة. على سبيل المثال هتشوفوها النهاردة، كنا بدأنا نعمل مدينة في منطقة المساعيد 2100 وحدة سكنية، بدأنا نعمل محطات مية، بدأنا نعمل محطات كهرباء، بدأنا نعمل أبار للمية. كل ده بدأ في البداية قوي جدا، وللأسف بقول برضو للأسف بدأ يتوقف شوية لما انتشر أو العمليات الإرهابية زادت شوية. كان المقاولين اللي بيشتغلوا معانا، احنا طبعا القوات المسلحه ما بتشتغلش لوحدها، في زي ما حضراتكم شايفين في معدات عسكريه وفي ضباط وفي وحدات عسكريه بتشتغل، ولكن احنا بينحصر دورنا كقوات مسلحه في الاعداد والتخطيط والاشراف والمعاونه بالمعدات والمواد الغير متوفره للشركات المدنيه. بدا الشركات اللي بتشتغل معانا يصحى من النوم الصبح يلاقي محطوط له اعلان على الباب بتاعه بيقول له انت بتشتغل مع طواغيت القوات المسلحه وانت اهدر دمك وانت هتقتال، وفعلا كان بينفذوا الاغتيالات دي في توقيتات كتير. ناس كتير خارجه من صلاه الفجر تتضرب بالنار، واحد شغال او شركه شغاله على طريق العريش رفح بتطور الطريق، بتوسع الطريق حاره من كل اتجاه وتطوره عشان يبقى طريق فعلا يخدم التنميه وطريق حر يقلل الحوادث. كان بيروح يلزق له على الجريدر بتاعه اعلان او تهديد يقول له ان انت لو ما وقفتش الشغل مع القوات المسلحه الكفره والطواغيت احنا هنحرق لك الجريدر او البلدوزر بتاعك، ويروح مهوله الكاوتش بتاعه يجيب الجريدر على الارض. طب هو جاب له الجريدر على الارض، طب هيشيله ازاي؟ فبيضطر يستنى يوم او اتنين، لو استنى اكتر من يوم كان بيروح يلاقي الجريدر بتاعه او البلدوزر بتاعه محروق تاني يوم. فمن هنا تعثرت جهود التنمية شوية، كان لازم نبدأها لأن احنا هدفنا ننمي سيناء، ده قطعة عزة علينا من بلدنا ولازم ننميها، وأهلها مصريين شرفاء وطنيين بيساعدونا ويستاهلوا المشاريع اللي بتعمل لهم، فكان لازم الدولة تواجه الإرهاب بشدة، والقوات المسلحة بدأت عملية حق الشهيد من أجل التنمية، بهدف التنمية ومن أجل التنمية. طيب أنا مش قادر أنمي علشان في عمليات إرهابية ضدي، أعمل إيه؟ يبقى لازم أتخلص من العمليات الإرهابية دي أو الإرهابيين اللي بينفذوها، وأوقف الإرهاب ده علشان نقدر نتمكن إحنا بقى كقوات مسلحة وقطاعات الدولة المعنية كلها، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء، نقدر نبدأ ننفذ أو نستكمل المشروعات اللي كنا بدأناها في تنمية سيناء. عشان كده هنقول ايه؟ استئناف.
كلامنا اللي كنا اتكلمناه في منزل كوبري السلام، فانا ما قلتوش هنا ولكن اكرره عشان اللي ما سمعش اللي ما سمعوش مننا في منزل كوبري السلام. احنا بدانا في كلامنا عن تنميه سيناء بقناه السويس والاسماعيليه الجديده والطريق بورسعيد شرم الشيخ والطريق الاوسط اللي هو اسماعيليه العوجه ومصانع الاسمنت في وسط سيناء ومحاجر الرخام والمساعيد ال1200 وحده سكنيه اللي بتعملوا في المساعيد ورفح الجديده. قبلهم قبل ده كله في كان مشروعين كبار قوي احنا بننفذهم دلوقتي كدوله في برضه سيناء، في شرق بورسعيد منطقه شرق بورسعيد بننفذ ميناء بحري. ميناء بحري لاول مره يتعمل في العالم كله، دوله تعمل رصيف بحري بطول 5 كيلو في توقيت واحد. احنا اجمالي الارصفه اللي كانت موجوده في ميناء شرق بورسعيد كانت 2.4 كيلو متر طولي، انشاتها شركه اجنبيه وبتخطيط اجنبي وتصميم اجنبي وبتدار بتوكيل اجنبي دلوقتي مش مصري. احنا دلوقتي لاول مره احنا خدنا تكليف وبدانا فعلا، ولكن ده ان شاء الله هيعلن عنه في مرحله لاحقه. احنا دلوقتي في مرحله التجهيز والاعداد وتسليم الشركات للموقع وانشاء المعسكرات والمواقع الاداريه وخلاطات الخرسانه واللوازم بتاعه الشغل، عشان ان شاء الله هنبقى خلال ان شاء الله هذا الشهر جاهزين، وطبقا للتوقيتات والتعليمات اللي هتجيلنا هنبقى جاهزين ان شاء الله يطلق او تطلق اشاره البدء في اعمال منطقه شرق بورسعيد ان شاء الله في نهايه شهر اكتوبر. احنا دلوقتي بنجهز، يعني اللي حضراتكم عايز يروح شرق بورسعيد دلوقتي احنا ما بنمنعش حد، هيروح هيلاقي الشركات استلمت المواقع بتاعتها، هيلاقي الشركات جابت معداتها، هيلاقي القوات المسلحه بدات تعمل الطرق، هنعمل ارصفه زي ما قلت بطول 5 كيلو متر طولي هينفذها 10 شركات مصريه وطنيه مش شركات اجنبيه، تصميم مصري، مكتب هندسي مصري، شركات مصريه اللي هيديرها ان شاء الله باذن الله المصريين. بنعمل كل الامكانيات اللي تمكن اي شركه تيجي تدير ميناء كامل لظهير عباره عن منطقه لوجستيه حوالي 20 مليون متر مربع، لمنطقه صناعيه هتخدم على الميناء والميناء هتخدم عليها حوالي 40 مليون متر مربع. ان شاء الله باذن الله ربنا يقوينا، وخلال شهر مارس القادم ان شاء الله نكون طلعنا اول نموذج لاول مصنع والمبنى الاداري للميناء في منطقه شرق بورسعيد. ده مشروع كبير جدا، مشروع واعد، مشروع هيفتح خير كتير جدا لمصر، سواء في مجال التصنيع واعاده التصدير او تشغيل حتى العماله المصريه او الحاويات المصريه وتبادل. او تبادل الحاويات، كل ده ان شاء الله هتبقى منطقه باذن الله جاذبه واعده باذن الله في الاستثمار. المشروع الثاني احنا قلنا عليه قبل كده بسرعه كده، مشروع الانفاق. مشروع الانفاق ده اساسا معمول بنستهدف بيه تنميه سيناء، لان احنا النهارده علشان وحضراتكم جايين عشان لو ما جيتش من كوبري السلام لو رحت تعدي على المعديه هتقعد فتره، مش هنقول يوم ولا حاجه، لا انت بتقعد ساعتين ثلاثه عشان تعدي على المعديه، فده يعتبر اهدار للوقت وتعطيل للتنميه في سيناء وتعطيل للناس اللي معديه سيناء او حتى اللي راجعه من سيناء راحه الوادي وبقيت انحاء مصر. يعني احنا بدانا فعلا ننشئ منطقتين انفاق، منطقه في بورسعيد ومنطقه في الاسماعيليه، وان شاء الله بمجرد كل منطقه فيها ثلاث انفاق، اثنين سيارات واحد سكه حديد، ومجرد ما ننتهي من انفاق الاسماعيليه وبورسعيد هنتنقل ان شاء الله على انفاق السويس. لاول مره برضو في مصر احنا دايما كنا بنعمل انفاق بتاعت مترو انفاق بقالنا فتره، وحتى نفق الشيخ احمد حمدي شركات تصميم اجنبي وشركات اجنبيه واداره اجنبيه. احنا النهارده الحمد لله التصميم مصري، باكد التصميم مصري، وضعوا مهندسي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والاستعانه بالمتخصصين في هيئه مترو الانفاق وهيئه قناه السويس ومعاونه او مراجعه من بعض المكاتب الاستشاريه العالميه، ده ضروري. ثم المعدات جابتها القوات المسلحه، احنا جبنا 4 مكنات انفاق، المكنه بسعر ما حصلش قبل كده، زائد التجهيزات بتاعته والمصانع اللي معاه وتدريب العاملين في المشروع وتنفيذ اول 100 متر على نفقه الشركه المورده للانفاق، جايبين 4 مكنات انفاق ب 180 مليون يورو، المكنه الواحده ب 45 مليون يورو، وده علشان الشركات المصريه ان عشان نحفزها وعشان نشجعها ان هي تبدا تشتغل في الانفاق، هي ما عندهاش الطاقه او القدره او الملاءه الماليه المناسبه ان هي تقدر تجيب المعدات دي الغاليه، فاحنا جبناها لها كقوات مسلحه وبنديها لها بتشتغل بيها، بتشغل مصريين ومهندسين مصريين، كلها شركات مدنيه مصريه
خالصة بالكامل، هيخلصوا إن شاء الله. عاملين اتحاد شركتين في بورسعيد واتحاد شركتين برضو مصريتين في الإسماعيلية، ومجرد إن شاء الله ما نخلص أنفاق الإسماعيلية وأنفاق بورسعيد، المكنة اللي هتخلص الأول هتنزل إن شاء الله على السويس، هنعمل برضو ثلاث أنفاق في منطقة السويس. احنا بنختار الاماكن دي عشان جنوب النفق الشهيد احمد، جنوب النفق الشهيد احمد حمدي. احنا بنختار الاماكن اللي هو حاطك عليها دلوقتي عشان نربط الطرق الطوليه والمحاور الرئيسيه في الجمهوريه بالمحاور الرئيسيه في سيناء، علشان نسهل الوصول الى مناطق التنميه المستهدفه لينا ان شاء الله. يعني احنا جينا لما جينا وده يفسر يا فندم انه شرق القاهره هو اللي ابتدت عملية الترتيب فيه، والحارات اللي فيها الصبات الخرسانية اللي مجهزة للحاجات التقيلة جدا وربما لطيران وغيره إذا استلزم الأمر. بالضبط كلام حضرتك مظبوط. احنا دلوقتي بنستهدف ان احنا نعمل أنفاق في بورسعيد، نربط المحور الدولي الساحلي اللي قادم من ليبيا، السلوم، اسكندرية، بورسعيد، دمياط أو دمياط بورسعيد، ثم يعبر من أنفاق بورسعيد مع الطريق الدولي الساحلي على الطريق الساحلي برضو الأنطرة، بير العبد، العريش، رفح. يبقى أنا عملت محور طولي جايب من أقصى الغرب لأقصى الشرق والعكس. المنطقة الثانية ده في منطقة الكيلو 19150 جنوب التفريعة بالتحديد في بورسعيد، المنطقة الثانية في منطقة الكيلو 73250 في شمال الإسماعيلية. ده هيربط طريق الإسماعيلية القاهرة الإسماعيلية الصحراوي اللي تم تطويره قبل افتتاح قناة السويس عشان يخدم على التنمية في سيناء وعلى قناة السويس. اتحول طريق إلى طريق خمس حارات لكل اتجاه بدل ما كان حارتين لكل اتجاه. اتعمل عليه تقاطعات غير سطحية، تقاطعات في مستويين، يعني كل الدورانات السطحية دي اتلغت وبقت الدورانات زي ما حضرتك شفت في على كبارع علوية، عشان يسهل الحركة ويزود السرعات ويقلل الحوادث القادمين إلى سيناء. ده ربط الإسماعيلية الصحراوي مع الطريق الدائري شمال الإسماعيلية مع أنفاق الإسماعيلية، ثم الطريق الأوسط اللي هو الإسماعيلية العوجة اللي هيصل حتى الحدود الدولية الشرقية إن شاء الله. أنفاق السويس اللي هي هتبقى جنوب نفق الشيخ أحمد حمدي، هيربط طريق القاهرة السويس الجاري تطويره حاليا برضه اللي يصل خمس حارات وخمس حارات من القاهرة السويس، فيعبر النفق حتى ينزل إن شاء الله بإذن الله حتى طابة على الحدود الدولية الشرقية. يعني إحنا بنختار الأنفاق في مناطق تربط شرايين الطرق، تربط محاور الطرق الرئيسيه علشان توصل بسرعه الى مناطق التنميه المستهدفه في ودي طرق عرضيه وطرق طوليه علشان نقدر نوصل. بعد كده في طرق عرضيه زي الطريق اللي حتى واقف عليه ده اسمه الطريق العرضي رقم واحد، ده اول طريق شرق القناه بيربط كل المحاور دي ببعضها. في طريق غرب القناه اسمه محور 30 يونيا بادئ برضه من الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد، ثم منطقه ابو صويره والقصصين على طريق مصر الاسماعيليه، ثم بينزل لمنطقه وادي حجول، ثم على طول بيخش مع طريق الجلاله البحريه اللي بيصل حتى الزعفرانه والغردقه، وان شاء الله مستهدفينه وهنسميه باذن الله في وقت يعني لاحق ان شاء الله طريق افريقيا. طريق افريقيا ده هيصل حتى السودان ثم يربط مصر افريقيا كلها. فدي كلها طرق طوليه وعرضيه بتربط سيناء الام بكل محاور مصر ان شاء الله. الرئيس كلف حضرتك بالخطه الزمنيه في خلال قد ايه؟ لانه حضرتك خدت التكليف للتنميه في سيناء، لانه حضرتك خدت التكليف الاولاني وتم الحمد لله رب العالمين. احنا كجنود في القوات المسلحه وجنود في الدوله احنا تحت امر بلدنا، واحنا جاهزين نخدم بلدنا في اي وقت واي امر بيصدر لنا ان شاء الله. طبعا بفضل الله وفضل المصريين الشرفاء اللي بيشتغلوا معانا. احنا القوات المسلحه ما بتشتغلش لوحدها، القوات المسلحه بتاخد الامر بتخطط بتصمم بتشرف بتسيطر، في الاخر بتنفذ المشروع طبقا للخطه الزمنيه اللي محطوطه لينا. انت حتى بنقول ازاي قلتوا قناه السويس ثلاث سنين واتعملت في سنه؟ ازاي؟ زي ان شاء الله برضو ما ان شاء الله الارصفه يوم ما يعلن عنها في نهايه هذا الشهر ان شاء الله برضو احنا بنتمنى اي حد بيتمنى هو بيشتغل ياخد وقته، ولكن احنا ما عندناش رفاهيه الوقت. احنا لازم ندوس شويه على الرئيس قال ان احنا لازم نقفز قفزات بالظبط كده. الرئيس عطى توجيه حتى مهما نتكلم هي سنه من بدايه الشغل في منطقه بورسعيد ان شاء الله، فيبقى اكتوبر اللي جاي ده نهايه اكتوبر اللي جاي ده، او نقول اول نوفمبر لو احنا اطلقنا اشاره البدء في اول نوفمبر نهايه اول نوفمبر، يبقى نوفمبر 2016 ان شاء الله وعليه خير ان شاء الله. لازم باذن الله، مش بنقول لازم يعني ده فتوانة ولا باذن الله ربنا لا هي باذن الله باذن الله باذن الله وتوفيقه مع روح المصريين بقى اللي هي فعلا بتبان في التوقيتات دي. يعني في قناه السويس الناس كانت بتشتغل فعلا 24 ساعه مش كلام، لا 24 ساعه. في بورسعيد دلوقتي شغالين دلوقتي في التجهيز والاعداد 24 ساعه. في الجلاله في طريق كبير
هيربط لك من اول نفع وادي حجول زي ما قلت لحضرتك مع طريق بقى 30 يونيو حتى الزعفرانه 82 كيلو وصلاته الربط على الطريق القديم ده حوالي بيصل حوالي اجمالي حوالي 120 كيلو ده مع مدينه عالميه فوق هضبه جبل الجلاله. تخيل مثلا مدينه على منسوب 700 متر فوق سطح البحر، منتجع سياحي كبير جدا في منطقه ابو الدرج في منتجع الجلال السياحي هيتربط بالمدينه اللي فوق دي، تلفريك بيتنفذ دلوقتي، ملاهي مائيه بتتنفذ دلوقتي ان شاء الله برضه باذن واحد احد. الجزء اللي هو الاولي اللي هو الطريق زائد المنتجع ده في ابريل 2016 ان شاء الله ينتهي. الطريق نفسه ان شاء الله معاه المدينه هنبدا فيها ان شاء الله في خلال شهر نوفمبر، وبرضه في اشاره البدء هتطلق من هناك. العاصمه الاداريه الجديده ده المشروع الثالث اللي احنا برضه مكلفين به، درسناه بنكمل دراسات دلوقتي برضه في توقيت قريب او ان شاء الله هيطلق اشاره البدء فيه. المشروع الرابع الكبير علشان ابقى خلصت كل المشاريع التنمويه اللي احنا مكلفين بيها هو مشروع استصلاح وزراعه 1.5 مليون فدان من اجمالي 4 مليون فدان الدوله بتستهدفها ان شاء الله ان هي تزرعها. 1.5 مليون فدان خدنا منهم 500,000 صالحين زراعه صالحين ري بنعملهم دلوقتي الجدوى الاقتصاديه، هيتزرعوا ان شاء الله بامكانيات مستثمرين وطنيين باذن الله يساعدوا بلدهم وينموها ان شاء الله. ده برضو اشاره البدء فيها قريب قوي. يبقى كده تقريبا مشروعاتنا كلها بتبدا بخطه زمنيه ان شاء الله باذن الله لا نحيد عنها بننفذها طبقا لتوقيتها باذن الله. شكرا جزيلا يا صاحبي. شكرا جزيلا. اذا كان هذا يعني تقرير تفصيلي من سياده اللواء كامل الوزيري للنهار اليوم عن مجمل مشاريع التنميه اللي بيتم البدء فيها والعمل والاستئناف، لانه احنا كده بنعرف وجه مصر كيف سيكون ان شاء الله رب العالمين، ربما مع نهايه الفتره الرئاسيه الاولى للرئيس عبد الفتاح السيسي. دي وعود وراها ناس ما بتعرفش الكلل والملل، باذن الله سبحانه وتعالى ما بتنامش غير لما بتنفذ. انا بفكركم بالنكته اللي سمعناها من او مش النكته هي النادره اللي حكاها لنا الفريق مهاب مميش لما رحنا فتح قناه السويس، انه الناس هناك في القناة قال لك المصريين عرفوا العالم إن السنة مش 365 يوم 354 يوم، لأنه التجريب بتاع افتتاح القناة الجديدة كان قبل 11 يوم من الميعاد اللي السيد الرئيس طلبه. إذن المصريين لما اشتغلوا ومعاهم الأجانب استطاعوا أنهم يفعلوا ذلك. تعالوا معانا نبتدي نتحرك بهذه القافلة وندخل جوه سيناء، اللي احنا بنقول تاني إنه لولا ثقة القوات المسلحة في أنها مؤمنة ما كنا نحن نمشي هكذا من غير واقي صدري من غير خوذ وبهذا العدد وبهذا الكم من الصحفيين والإعلاميين مع كل هذه المعدات والعاملين عليها والمقاولين الموجودين. كونوا معنا. احنا موجودين شرق مدينة الإسماعيلية، يعني في نطاق مدينة الإسماعيلية الجديدة على طريق بورسعيد شرم الشيخ. الطريق اللي احنا حضرتك واقفين عليه دلوقتي ده انتوا زي ما انتوا شايفين ده طريق شغال اتجاهين، كل اتجاه ثلاث حارات، في حواجز مانع تعدي في منتصف الطريق اللي هو مانع النيوجيرسي. قبل كده اللي كان بيجي هنا كان الطريق اتجاه
اتجاه واحد، يعني حارتين، يعني حاره رايحه وحاره جايه. احنا ضعفناه بقى 6 حارات، يعني ضعفناه 3 أضعاف. ده ليواكب اعمال التنميه والتعمير الجديده المستهدفه في منطقه سيناء. الحاجه الاخرى في هذا الموقع، من خلفنا مباشره مدينه الاسماعيليه الجديده. مدينه الاسماعيليه الجديده تم انشائها على ارض سيناء الحبيبه. المواجهه بتاعت المدينه 11.3 كيلومتر مربع. المرحله الحاليه اللي هي بنعملها على اسبقيتين، مساحتها 2828 فدان، باجمالي 58,000 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق. إن شاء الله الأسبقية الأولى منها بإجمالي 12,000 وحدة سكنية. إن شاء الله سينتهي أعمال الإنشاءات فيها والمرافق بالكامل إن شاء الله في نهاية ديسمبر الحالي. نكمل الكهرباء والصرف الصحي وتنسيق الموقع والإعداد للتسليم والتشغيل إن شاء الله في أعياد أبريل 2016. دي المرحلة الأولى منها تشمل 12,000 وحدة سكنية كاملة المرافق، أنماط مختلفة المساحات، من 90 متر 120 متر 145 متر 160 متر لكل الشرائح المختلفة من المستفيدين. فيها جميع الإنشاءات اللي محتاجها اللي هيسكن سواء شاب أو أسرة. فيها مدارس، فيها حضانات، فيها مستشفيات، فيها مباني خدمية شرطية زي نقطة الشرطة، زي برضو الإطفاء، زي الإسعاف، المساجد، كل النوادي. فيها نادي لأول مرة يقام في مصر، نادي على مساحة 94 كيلومتر، 94 فدان كما كنت، 94 فدان. في جميع الملاعب والمباني الخدمية والاجتماعية المطلوبة. إن شاء الله هيتسلم وهيفتتح مع المرحلة الأولى في شهر أبريل 2016. ورانا على طول، لو لاحظتوا إحنا هنا على طول كل خاماتنا بناخدها من سيناء وبنجيب يا دوب الخلاطات معانا. يعني هنا على في شمالنا خلاطة أسفلت، دي بنستخدمها في إنشاء طبقات الرصف بتاعت الطريق. السن من سيناء، الرمل من سيناء، يا دوب البيتومين اللي بنجيبه من السويس او اسكندريه بننتج الاسفلت هنا. على يميننا وفي خلفنا شويه في خلاطات خرسانه، السن من سيناء والرمل من سيناء والاسمنت من سيناء. يبقى كل اللي بنجيبه من بره ايه؟ الحديد فقط، وكل الخامات من سيناء. مين اللي بيشتغل في الطرق والانشاءات هنا؟ كلهم عمال وشركات مصريه وطنيه خالصه. العماله فيها بنسبة 60% على الأقل من أهالي وأولاد شمال سيناء. عندنا تقريبا معظم مقاولي الطرق غالبا من سيناء. الإنشاءات عشان فيها بعض الحرف اللي جايز لا تتوفر في شمال سيناء بنجيبها من الوادي، من باقي محافظات الجمهورية. فتقريبا 60% إجمالا كده من العمالة والمهندسين كلهم من أهالي سيناء. انا تقريبا هنا يعني مش هكلم كتير هنا في المكان ده، غير زي ما قلنا على الاسماعيليه الجديده والطرق والمرافق والخدمات. الناحيه الثانيه قصادي مباشره خلفكم انتوا تنميه من نوع اخر، تنميه زراعيه. قدامكم حاليا دلوقتي الناحيه الثانيه اراضي مزروعه بالمانجو والزيتون والموالح. تقريبا في حوالي 100,000 فدان مزروعه في منطقه شرق الاسماعيليه وشرق الانطره وشرق السويس، مزروعه تقريبا كلها بالكامل زراعات مثمرة قايمة على المياه المنقولة من الوادي عبر ترعة السلام وترعة سرابيوم أو ترعة الشيخ جابر. الأهالي اللي بيزرعوا فيها معظمهم سيناوية، الباقي من محافظات القناة والدلتا، جم هنا عشان ينموا وعشان يعمروا وعشان يبنوا في بلدهم إن شاء الله.
التي بعد ساعات طويلة توقفنا فيها أكثر من وقفة موجودين في مطار المليز، وده هيكون مطار مدني. أنا عايزك وإحنا واقفين على المدرج الرئيسي اللي هيكون في هذا المطار، وفي مدرج موازي آخر إحنا هنشوف صوره كمان مش كتير، لكن الشغل اللي شغال ده لما بنتكلم عن مطار مدني تنزل عليه طيارات مدنية، ده 3 كيلو متر عرض 50 متر والتاني عرض 40 متر وغيره، صالة ركاب، طاقة استيعابية، ده بيقول لك إنه هذه البقعة التي عانت الإهمال طويلاً والسنين طويلة الناس عمالة تقول نعمر سينا نعمر سينا نعمر سينا، في إيه أدلة تاني على إنك بتشتغل بهذه الطاقة بتنجز هذه الإنجازات العملاقة إنشائياً ومعمارياً؟ هيجي بشر عليها، معنى إنه يبقى مطار مدني إنه هينزل هنا ناس من العالم العربي وناس أجانب، على الأقل في الفترة الأولى هيكون فيها الناس اللي جاية علشان تنزل على قناة السويس الجديدة وعلى محور تنمية قناة السويس بطيارات الشحن اللي معاها بحاجتها كلها، ده يستتبعه ويعني يليه ويجي وراه إنه طبعاً أنت غير إنك بتبني مساكن هتبتدي تبني فنادق وغيره. الأمان الحقيقي لسينا كما قال الخبراء من سنوات طوال هو تعمير سيناء. سنين طويلة أهملت هذه المنطقة، ولكن حان الآن وقت الإعمار، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ولأنه زي ما قلت لكم في بداية الحلقة، احنا هو واقفين لا خوزة ولا واقي صدري ولا غيره، لكن احنا واقفين في وسط مقاولين شغالين، وادي القوات المسلحة موجودة، ونحن هنا في منطقة المليز قبل العريش ننتظر أن نذهب إلى العريش، وهي منطقة تعلمون أنها كل يوم يقول لك فجروا حامل الجند مدرعة فيها شرطة، والنبي هجموا كمين، عملوا كذا على الطريق الخلفي الفلاني. هنروح علشان نتفرج على اللي بيجرى ونشوف حجم الفرض السيطرة اللي القوات المسلحة عملته بعملية حق الشهيد، ونبقى مطمنين إنه لو لم تكن هذه المنطقة آمنة ما كانش القوات المسلحة جابتنا النهاردة نتفرج على شغل ماشي بينجز هنا. خليكم معانا وهنكمل جولتنا مع اللواء كامل الوزير اللي بيشرح لنا خطوة بخطوة إيه اللي بيتم وعملية التربيط في إطار المخطط العام الموضوع، وإمتى المواعيد، لأنه مفيش شغل بيتعمل غير بمواعيد، مفيش حاجة إحنا ابتدينا وعلى بركة الله ولما يخلص يخلص، لا، القوات المسلحة والريس مدي مواعيد للإنجاز علشان الشعب يحاسب على أساسها، عشان الناس اللي بتتكلم على فكرة الحساب والثواب والعقاب، حتى الرئيس يعطي للشعب مواعيدا لكي يراجعه الشعب فيه ويتأكد من إنه إذا تم الإنجاز ولا ما تمش الإنجاز. خليكم معنا ما تروحوش بعيد. مطار المليز الدولي انشئ اساسا، هو طبعا كان في مطار قديم هنا يمكن من قبل 67، انتوا ممكن وانتوا داخلين شايفين منشات قديمه قوي بتقول ان احنا يعني حاجه مش حديثه قوي زي المنشات اللي موجوده دلوقتي، فاحنا بنطور كل المطار ده، والقصد منه هنا ده طبعا هيرتبط بطريق الاسماعيليه العوجه اللي حضراتكم جايين من عليه، انتوا ممكن ماشيين من اول ما وقفنا عند الطريق العرض رقم 1 عند الاسماعيليه الجديده، مشيتوا على الطريق الاوسط اللي هو طريق الاسماعيليه العوجه، الطريق اللي انتوا كلكم شفتوه من اول العرض رقم 1 لحد هنا عليه معدات شغاله في تطويره وتوسيعه وزياده العرض بتاعه، هو حارتين دلوقتي هنوصله الى 6 حارات، شغال دلوقتي في عليه تقريبا النهارده زي ما حضراتكم شفتوا عليه تقريبا 30 شركه طرق شغاله معاها اجمالي معدات تقريبا 1000 معده هندسيه ما بين بلدوزر لجريدر لهراس لعربية مية زي ما انتم شفتوا لقلاب، كل الكلام ده شغال على الطريق الأوسط. يبقى هنا في طريق رئيسي بيتطور من أول الإسماعيلية حتى العوجة، عملنا في منتصفه تقريبا مطار المليز الدولي. المطار ده هيخدم كل منطقة الصناعات الثقيلة اللي في وسط سيناء. هنا بعد شوية وانتم لما نكمل إن شاء الله في اتجاه العريش في منطقة جبل لبني في مصانع أسمنت للقوات المسلحة ولشركات أو مستثمرين مدنيين.
بعد شويه قبل المطار ده هتلاقي المغاره، فحم المغاره، منطقه المغاره فيها فحم وفيها رخام وفيها سن دولمايت من احسن انواع السن المستخدم في اعمال الطرق والانشاءات. بالاضافه الى خلفنا بشويه منطقه السر والقوارير، دي منطقه من المناطق الزراعيه الواعده، هيجي لها ميه من او الميه قربت توصل لها دلوقتي من ترعه السلام اللي جايه من صحارة ترعه السلام من نهر النيل ومخلوطه واصله لحد هنا، هتبقى منطقه زراعيه. لو طلعنا بالطريق هنا اسمه الطريق العرض رقم 4 طالع لحد بير العبد في منطقه زراعيه ومنطقه صناعيه نفس الكلام. اذا ده في تقابل او في وسط سيناء في منطقه تلاقي الطرق الرئيسيه ومناطق مناجم الرخام والفحم ومصانع الاسمنت، الى جانب ان هو بيربط الطريق الرئيسي اللي في وسط سيناء من الاسماعيليه حتى ميناء العوجه على الحدود الدوليه الشرقيه. ان شاء الله باذن الله المطار ده خلال احتفالات ابريل ان شاء الله القادم هيفتتح للطيران المدني باذن الله. نتنقل بقى حضرتك على الطرمك الثاني. احنا هنا في النقطه رقم 2 في موقع مطار المليز الدولي. اول نقطه وقفنا فيها كانت على الممر المساعد، وزي ما قلنا الممر المساعد اللي هناك طوله 3 كيلو 3000 متر وعرضه 40 متر. هنا احنا واقفين دلوقتي على الممر الرئيسي رقم 2. في ممر رئيسي اللي انا اتكلمت عليه هناك اللي هو كان جنب الممر المساعد، وده الممر الرئيسي رقم 2. زي ما قلنا اهميه هذا المطار انه يقع في منطقه وسط سيناء في تلاقي الطرق الرئيسيه او الطريق الرئيسي اللي هو الطريق الاوسط اسماعيليه العوجه مع الطريق العرض رقم 4 اللي رابط منطقه بير العبد على الطريق الساحلي بمنطقه وسط سيناء، ومتجه في اتجاه الجنوب حتى منطقه الجدي ثم شمالا او شرقا يعني في اتجاه طابة. فده في منطقة متوسطة من سيناء وسط سيناء، بيخدم اكبر منطقة رخام ومصانع اسمنت موجودة في مصر ومنطقة واعدة ان شاء الله، بالاضافة الى مناطق واعدة في الزراعة في اجزاء زرعت منها في منطقة بير العبد ثم منطقة السر والقوارير في جنوبها شوية، دي ان شاء الله مخطط زراعتها على مياه ترعة السلام. بالإضافة إلى زي ما قلنا قبل كده منطقة المغارة، ودي منطقة غنية بالفحم ومحاجر الدولمايت، محاجر السن. على الشكل اللي قدام حضراتكم ده، اللوحة الأولانية دي، ده حقل الطيران. احنا دايما قلنا إن أي مطار مدني دولي فيه حقل طيران ومشتملاته ثم صالة ركاب بمشتملاتها وبرج مراقب. الحقل الطيران ده فيه 2 ممر، ممر مساعد وممر رئيسي شفناهم كنا واقفين عليهم دلوقتي، ثم الممر الرئيسي اللي هو الاكبر في المطار ده هنا كان 3 كيلو، الممر ده 3 كيلو 350، بالاضافه ان العرض بتاعه بيفرق هناك 40 متر هنا 60 متر. اذا ده الممر الرئيسي للمطار، مربوط بقى بمجموعة الممرات الأخرى بطرق ربط ومربوط بترمك طيران. احنا قلنا هنا كان في قبل كده مطار قديم، فاحنا عشان كده في مسميات، ولكن ده الترمك الرئيسي للطائرات المدنية اللي بتقف عليه، ثم منطقة صالة الركاب الرئيسية ثم البوابة الرئيسية للمطار في اتجاه الشمال. ده مبنى الصالة، صالة المطار مساحتها إجمالي 9200 متر مربع، بتسع أو طاقتها 200 راكب في الساعة، وده أهم حاجة عندنا 200 راكب في الساعة، زيه زي أي مطار مدني.
يعني مش زي مطار القاهرة ولكن زي أسيوط، زي سوهاج، زي شرم الشيخ، زي الغردقة، 200 راكب في الساعة. بقالنا قد هنا في حوالي في المشروع ده حوالي سنة، تمام، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله خلال على آخر السنة إن شاء الله نكون مخلصين أو شهر 2 بالكتير، وربنا سهل إن شاء الله. والحمد لله الواحد حاسس يعني إن هو بيعمل حاجة كبيرة يعني وخدمة للوطن، إحنا شغالين في مطار عسكري وربنا يقدر إن شاء الله. وده شيء يشرفني إن أنا أشتغل في مطار الميليزي يعني، وحاجة كنت بسمع بيها وكنت نفسي أشوفها، وربنا حقق حلمي يعني. واحنا ان شاء الله بنحاول على قد ما نقدر يعني ان احنا ننجز في الوقت والشغل، وان شاء الله يمكن على شهر 6 او 5 اللي جاي ده يكون خلصنا شغل خالص من المطار. احنا هنا دلوقتي على الطرمك العسكري اللي بيصطف عليه نسور مصر اللي سهرانين 24 ساعة وشغلين 24 ساعة واللي بيشتركوا في عملية حق الشهيد. احنا قلنا ان عملية حق الشهيد انتهى منها مرحلة لم تنتهي بالكامل، باقي المراحل جاية ان شاء الله تباعا، ومن ضمن المراحل دي او يصاحبها مرحلة التنمية اللي احنا بصدرها النهاردة وجايين عشانها. ولكن احنا جايين عشان التنمية وجايين عشان تطوير سيناء، ولكن ما ننساش ان اللي خلانا نيجي هنا بأمان تام بالمنظر ده هم نسور مصر اللي ورانا دول اللي بإذن الله اشتركوا ونفذوا طلعات جوية لمساعدة ومعاونة القوات البرية في القضاء على الإرهابيين، وإن شاء الله ما زالوا مستمرين إن شاء الله في المرحلة الثانية والثالثة وجميع المراحل بإذن الله لحد ما نقضي على الإرهاب ونكتسه بالكامل من سيناء. فأنا بالنيابة عنكم كلكم بشكرهم وبنحييهم، وإن شاء الله ربنا يوفقهم بإذن الله في تنفيذ مهامهم إن شاء الله. هم دول نسور مصر اللي خلوا رحلتنا بعد شوية للعريش ممكنة. لازم نصافحهم ونستلهم منهم روح النصر، لأنه من غير الانتصارات اللي حققوها على المجرمين والإرهابيين ما كانش ممكن أبداً إن احنا نوصل للنقطة دي. ونلتقي مع اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ونشاهد وصول هذه القافلة الخاصة بالتعمير والتنمية في سيناء على الإطلاق. من غيرهم ما كانش ممكن دخول كل المعدات ودخول كل المساعدات ودخول كل ما هو نحتاجه في منطقة شمال سيناء في المثلث الذهبي، ولن أقول إلا المثلث الذهبي اللي هو العريش ورفح والشيخ زويد. وصول هذه المساعدات وانتقالها في اليوم التالي فوراً للمناطق اللي تم تطهيرها من الإرهابيين لم يكن ممكناً بدون هؤلاء الأبطال وهؤلاء النسور. تعالوا نسمع محافظ شمال سيناء بيقول لنا ايه. في فرق كبير، وخاصة في منطقة الشيخ زويد ورفح، بمعنى كان في حجم كبير جدا من المتفجرات موجودة
على الطرق الرأسية والطرق الفرعية اللي بتربط بين الطريق الدولي والكرة اللي هي داخل الشيخ زويد رفح، كمية كبيرة جدا لدرجة كان القوات المسلحة ممكن يوم واحد تلاقي بيفجر أو بيفكك حوالي 50 لـ60 عبوة. ده كان بيشكل، إذا كان بيشكل يعني قدر من الخطورة على أفراد القوات المسلحة والشرطة، هو في نفس الوقت برضه بشكل خطورة على المواطنين والأهالي في تلك المناطق. المستهدف في أي منطقة بإذن الله يبتدي رفح الجديدة؟ أنا بصراحة يعني كان فيه كذا مقترح، وكانت اتفقت الآراء إن نخلي أهالينا اللي هم هيتحركوا أو هيخلوا المنطقة الآمنة برضه يبقى في مناخ وقريب جدا من رفح، فعشان كده خلناها غرب رفح او غرب المنطقه الامنه بحوالي 2 كيلو. دي مساحتها كيلو ونص في كيلو ونص، يعني حوالي 538 فدان. المخطط ليها انها تبقى حوالي 3 مجاوره، كل مجاوره فيها حوالي 261 عماره 3 ادوار زائد 200 بيت بدوي، بالإضافة إلى طبعاً الخدمات الرئيسية. فيها مجموعة من المساجد، وفيها مسجد رئيسي يسع لألف مصلي، فيها مستشفى، فيها وحدة مطافي، يعني كل ما هو خدمي هيكون موجود في البلد. احنا الحمد لله في مدينة العريش اكثر هدوءا واكثر امنا منذ 30/6 حتى الان. المنطقة الشرقية منطقة رفح والشيخ زويد بتميل ان شاء الله للتهدئة، ودي يمكن بشاير توحي بالخير في قافلة التعمير المتجهة الى المنطقة الشرقية اللي بتنبئ عن نهاية الارهاب في شمال سيناء، وده جزء من مجهودات القوات المسلحة الدائمة في تنمية وتعمير سيناء. طبعا احنا من اهل العريش، مولدين في العريش وعايشين في العريش وشغالين في العريش. طبعا وضع زي ما انتم شايفين، طبعا دي بدايه قافله لتنميه سيناء، ودي نواه للتنميه بعد كده في شمال سيناء. طبعا ده جهد عظيم من الدوله اللي هي بتراعي ابناء المحافظه وتحافظ عليهم، وطبعا احنا مع الدوله، احنا مع القوات المسلحه اللي هي بتساعد البلد وتحمي البلد من كل شيء. انا يكفي ان انا اللي انا حاسه بيه دلوقتي، حاسه بفرحه كبيره جدا وحاسه بامل، وحاسه ان انا واقفه على ارض صلبه، يعني فضل المفاجاه الجميله اللي احنا شايفاها قدامي دي، انا ما كنتش متوقعه كده. والحمد لله الامان دلوقتي بقى كويس جدا، والبلد حلو يعني كويسه، وفي امان اكيد عن الاول بكتير بكتير بكتير، والجيش الحمد لله ماسك البلد، يعني بيعامل الناس هنا معامله كويسه جدا، وان شاء الله باذن الله هننزل نشارك في الانتخابات. الوضع العام بيتحسن، والوضع العام في شمال سيناء بدا بعد تحريرها من الارهاب، بدا الوضع فيها امن، وان شاء الله الفتره الجايه بنشاهد فيها تحسن احسن واحسن.